مساء الخير عليكم جميعا، وياكم وكيلة العقارات آية من ميشيغان. اليوم حتحدث عن موضوع فوركلوجر، اللي هي البيوت اللي تنباع بسبب انه يعني حكم اللي يسموه فوركلوجر عليها مورجج، ومثلا عدة اسباب سببت انه البنك يحجز على البيت ويبيعه، سواء البنك او الحكومة او اي من هاي الاسباب. سو عدة اسباب. السبب الاول، اذا واحد مثلا عنده بيمنات مال مورجج وما دفع البيمنات مالته، اكيد انه البيت من حق اللندر البنك اللي اعطاه المورجج انه ياخذ البيت منه ويبيعه حتى يستلم الفلوس اللي دفعها منه سابقا. السبب الثاني، اذا ما دفعتوا التاكسات مال البيت، مهم كلش لا تاخرون التاكسات مال البيت سنويا، يعني ما تدفعوها كل سنه، اما كل سنتين، بس لا تخلوها اكثر من هذا الشيء. انا افضل انه سنه بسنتها حتى ما تنسون. السبب الثالث، اذا مثلا عندكم اي لين او اي شغلات ثانيه، يعني مثلا اذا عندكم اسوشيشن، هاي الاسوشيشن ترى مهم انه تندفع، يعني اذا انتو كاندو او سبديفيجن بي اسوشيشن ايضا مهمه تندفع، لانها تاثر اذا ما دفعتوها حتكون كانه لين اون بروبرتي، وهذا الشيء حيسبب ايضا فوركلوجر. السبب الاخير اللي هو مو كلش مشهور او مو كل الناس تعرف به، الكذب عنده اخذ مورجج. من تجون تاخذون مورجج لازم تعطون المعلومات الحقيقيه بالمورجج، لانه هذا يعتبر تزوير. الشغله الثانيه، مثلا واحد يقول انا بدي اشتري بيتي وياخذ قرض ويقول انا بدي اشتري للسكن ويشتري وياجره ثاني يوم immediately بعد الغلق، هذا الشيء يعتبر كذب. واذا اكتشفوا المورجج ممكن من حقهم انه ياخذون البيت منك ويبيعوه، وحتى ياخذون الفلوس اللي دفعوها، لانه يعتبر انت كذبت. ليش؟ لانه اكو شيء اختلاف بين انه تشتري بيت وتقول هذا للسكن او للاستثمار، يعني تشتري وتاجره. ممكن اذا تشتري لك للسكن بعد 6 أشهر او سنه ممكن تاجره، بس ماكو شيء اسمه اخذ راسا بقرض سكني واجره راسا، هذا تعتبر انت تكذب. ممكن اذا انت ناوي تاجر، يعني ماخذه كاستثمار، لازم تقولهم من البدايه تسجله كبيت للاستثمار، لان التاكس ما تختلف، والداون بيمنت اللي يريدها المورجج اللندر بالنسبة للبيوت مال استثمار على الأقل 20% داون بيمنت. لكن إذا مثلا بيت اشتري سكني، الداون بيمنت مالته قد تكون 3% 5%، فشي كلش بسيط. فأكو ناس تكذب باللون، تقولهم أنا ماخذة للسكن، وتحط داون بيمنت كلش قليلة، انترست مالته وكل شيء، بس أول ما يخلصون الغلق راح يروحون ويأجروا. هذا الشيء غلط لسووه، لأنه قد ينباع بيتكم فوركلوجر. انتبهوا من هاي النقطة كلش مهمة. وهنا طبعا يلعب دور مهم كلش أن تتعامل مع وكيل عقاري محترف، لأنه هذا الوكيل العقاري مفروض ينصحك ويقول لك أنت متى تشتري البيت، يسألك هل هو للسكن أم هو للاستثمار، خاصة إذا كان بقرض. طبعا إذا كاش لا، مختلف الموضوع، إحنا نحكي عن قروض، لأنه قرض عندك أنت التزام مع البنك اللي يدفع لك فلوس حتى تدفع له الفلوس، فلازم أنه أنت تكون صادق بالشغلات اللي قلتها. لكن ممكن أن واحد يشتري البيت يقول أنا ماخذه للسكن، يسكن به فترة، بعد 6 أشهر أو سنة إذا وظيفته تغيرت، أي شيء صار، حاب يطلع يأجره، it's okay عادي، بس مو رأساً مبين أنه أنت مخطط لها. أوكي، فهاي الأسباب اللي تسبب أنه الواحد يخسر بيته ويروح فوركلوجر. أيضاً أكو معلومة مهمة، أنه هي عندك حق أنت خلال 6 أشهر يسموها redemption period، أنه هي تستعيد بيها بيتك بعد ما يصير عليه فوركلوجر، إذا انت رحت وطالبت بالبيت بشكل قانوني ودفعت البيمنات المتأخرة عليك، فمو رأسين حيروح البيت. طبعا عندك فترة ممكن انه ترجع بيها حقك، او اذا حسيت انت خسرت وظيفتك ما تقدر تدفع البيمنات قبل ما اصلا تحس انه البيت حيروح فوركلوجر، يعني بعدك باول شهر شهرين تأخير، بيع البيت، ادفع للبنك الفلوس المتبقية واخذ اللي انت دفعته وخلص اطلع. ليش تروح فوركلوجر؟ هذا يأثر على الكريدت مالتك والهيستوري وهواية شغلات. اذا عندكم اي سؤال عن العقارات، بيع، شراء، تواصلوا معايا، اكون سعيدة بالتعامل معكم. معلوماتي مع هذا الفيديو، اذا ما مسوي لي متابعة سووا لي متابعة على طول، اعطي معلومات مهمة عن العقارات. شكرا جزيلا على المتابعة.